اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني ومارينا في البلد الامريكان. والنهارده مارينا كانت فين؟ مارينا كانت بيزي الاسبوع اللي فات، فيعني ايه بنشطف في البيت وبنوضب البيت، وكان عيد ميلاد هاني وعيد ميلاد العيال، فكانت الدنيا ايه مكركبه كده. فاحنا رجعنا لكم بقى تاني، فمارينا هتحط لكم حلقات بعد تزهقوا مني تاني. فمن الاسئله برضو اللي جت، انا عندي كميه اسئله كتير، انا عايزه اعمل حلقه اجاوب على الاسئله، ممكن اعملها كمان شويه واحنا ماشيين في الطريق، باعتبار يعني ان انا اجازه النهارده وهني اجازه، واحنا طول النهار مقضينها مواصلات في الطريق يعني، فاي فهتلاقونا بعمل فيديوهات وانا ماشيه. ديك اسئله نعمل اسئله ولا نعمل الحلقه اللي انا قلنا عليها؟ طيب هنعمل الحلقه دي الاول هني وبعد كده نعمل اسئله تاني. ففي سؤال واحده بتسالني بتقول لي ليه بنتغير لما بنيجي امريكا؟ انا متهيالي انا عملت الحلقه دي قبل كده مره او مرتين متهيالي. وكل ما بقعد وكل ما بشوف يوم جديد هنا في امريكا هتلاقي طريقتي للاجابه على السؤال ده بتتغير. بص يا جماعه، اولا احنا ما بقاش جايين من نفس المحافظات، يعني احنا في مصر عندنا 26 محافظه، انا من محافظه وجوزي من محافظه، فما بالك مثلا احنا هنا في امريكا هتلاقي مش كلنا من مصر، مش كلنا من المنصوره، مش كلنا من سوهاج، مش كلنا من اسكندريه، مش كلنا من القاهره. فانت كعادات واختلافات وثقافه بتتغير الاول، غير تقبلك للوضع في امريكا ده باختلاف من شخص للتاني. ماريانا لما تتقبل امريكا بنوع غير هاني لما تتقبل امريكا بنوع، وغير الخلفيه الاقتصاديه اللي انت جاي منها بتتقبل بده، يعني في نوع بيبقى جاي شبعان، نوع جاي متربي كويس، انجليزي بتاعه كويس، جاي من بيئه كويسه، بالنسبه له امريكا دي تحسين معيشه. وفي ناس جايه لا ده دي امريكا جديده، انا جاي امريكا ورايح امريكا، ويا ما هنا يا ما هناك، برضو بتختلف ده. في ناس مهما انت بتبدلها هي شاكه في نفسها، يعني انا هو بيجي يسال ماريانا انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فماريان بتقوم مجاوبه، فهو مش بيصدق ماريان، يقوم رايح يسال علان وترتان. فده نوع انا ما بحبوش بصراحه، يعني تسالني ليه؟ انا ما بحبش ده، انا هو بيكون متردد وشكاك، وده الاثنين مع وده بيتعب وما بيعملش حاجه، يعني ده بيتعب وما بيعملش حاجه. في نوع بيبقى جاي امريكا برضو للفشخره، وفي نوع بيبقى جاي عايز امريكا دي فلوس زي الخليج. وكل الفيديوهات انا بقول لكم اللي جاي النوع اللي جاي زي افكرها زي الخليج، لا ده خليك قاعد لانك انت هتتعب، ان مفيش الكلام ده هنا. فبيختلف. واللي انا لاحظته لما انا جيت في 2008، انا برضو جاي مش من زمن بعيد، يعني ان الناس بتعتمد ايه اللي بيجي قبلك بيوم بيعرف عنك بمليون سنه، ما تفهمش ليه. مثلا كانت ماما بتبقى فاكره ان انا لما بقولها ماما انا عملت كذا تقول يعني انت اللي عملتيها من غير ما جوزك، اقول لها اه، فكانت ماما بتستغرب تقول لي يعني انت يا بنت النهارده هتبقى فاهمه عن جوزك في البلد. لا مش قصه فاهمه يا ماما، هو قصه ان الحاجه دي بتتعمل، مين اللي بيعملها فينا مش تفرق، بس قصه ان انت بتبقى قادر انك تعملها. فده برضو من الاختلافات، مش كل الناس بتتاقلم على امريكا، دي اول نقطه، ومش كل الناس بتتقبل الوضع هنا في امريكا. بنتغير ليه؟ لان سقيه الحياه في امريكا بتبقى ساقيه، احنا قاعدين في ساقيه، عارفين كده الجاموسه اللي رابطين عينيها وبيمشوها في الساقيه، اهو ده احنا اللي بنبات فيه بنصبح فيه حرفيا. انت هاني مثلا يوم الساعه 4 الصبح بيروح يشتغل لغايه الساعه 1، بعد الساعه 1 ممكن يجي يريح في البيت، او بعدها بساعتين ينزل يجيب العيال، وبعد كده لو في دروس بنروح نودي دروس، في اكتيفيتيز بنروح نودي اكتيفيتيز، وبنرجع ننام. انا واحده من الناس بصحى الساعه 8 الصبح مثلا، او مش هقول 7 ل 8، هقول 8 الصبح، بودي العيال مدرسه، ارجع لو في حاجه عايز اشتريها من بره بروح اعمل شوبينج ولا الكلام ده، باجي اغسل واطبخ وانضف واطبق غسيل واشوف اكل هياكلوا ايه، واشوف انا عايز اعمل ايه، ولو عايز انزل حلقات على اليوتيوب ولا لا، وبعد كده بروح ارجع شغلي 8 ساعات، ارجع الساعه 10 بالليل يا دوبك على السرير، صباح الخير صباح النور وخلصنا. الدائره الاجتماعيه هنا بتبقى قليله على اللي حواليك، وانا بقولها يعني خلي كل ما كترت يعني كل ما قلت الدايره دي كل ما كان احسن، كل الكتره مش حلوه، الكتره مش حلوه، الإيه والقال وفلان عملنا وفلان سوينا، والغيره، الغيره ما بين المصريين بتبقى جامده جدا، مش كمان غيره، الاستكتار. هاني بيقول لي ده مش يعني بيقول لي ده حسد، قلت له لا مش قصه حسد، ده استكتار. يعني مثلا هيقول لك ايه، انت جيت بقالك سنتين وجبت بيت،
ايه ده انت جاي بقالك سنتين وجيت بيت واحد مديرته المديره كويسه واشتغل شغلانه حلوه وقدر انه يعمل ده سنتين ليه لا؟ انت عدلت شهادتك في سنه واحد مخه حلو في التعليم. انا مش انت. وفي واحد بيبقى حاطط هدف لنفسه مش مركز مع اللي حواليه وفي حواليه بيبقوا مركزين معاه فهو اللي حواليه بيتعبوا. يعني مثلا هقول لك على حاجه, في حد مثلا يبقى ايه انا مركز السنه دي, هتكلم مثلا عن نفسي, انا مركزه السنه دي انا هعمل اشتري مثلا بيت, مركزه في الهدف ده مش شايفه اللي حواليه بيبصوا لي ازاي. فاللي حواليها مثلا ايه ده جاب ده بحب بيتها وجابت بيت تاني, انا مالي ومالك. فهو هيتعب هيحاول مثلا ايه طب انا بيع بيتي عشان ابقى زي مريم مثلا, فما مثلا الفرد ما حصلش او فشل ان ده يحصل او ما عندوش امكانيه الفلوس ان يحصل, فده اللي بيتعب. فتلاقي النفوس تشيل من بعضها والنفوس تتغير. لو انت مثلا بتشتغل في مكان ومعاك عرب مع ناس عرب او ناس كذا او في مكان صعب انك تخش تشتغل فيه, فبتلاقي ان الغيره في النقطه دي بتبان. انت ايه ده شغال في الكاونتي ازاي؟ طب قول لي, طب انت عملتها ازاي؟ طب انا مالي يا جماعه, انا مالي انا عملتها ازاي؟ بس فده بيختلف من الناس. غير بقى لما انا قلت ان احنا قاعدين في ساقيه, فهو الناس بتشوف بالفيسبوك, الناس بتعرف حياتك من الفيسبوك. انا واحده حياتي كلها على الفيسبوك, شايفين مثلا ايه ده مريم خرجت النهارده راحت الحته الفلانيه, ده مريم النهارده جوزها جاب لها هديه, ده مريم النهارده لابسه فستان حلو وحاطه نفسها صوره على الفيسبوك. هل شفت مريم دفعت ايه قدام الصوره اللي انت شفتها على الفيسبوك دي؟ ما شفتش. هل شفت انا بشوف ايه في الدنيا من تحت لتحت وبتقسم فيا ازاي والناس بتعمل ايه؟ ما شفتش. انت ليك انت بتسمع عمر يام باللي بتشوفه من على الفيسبوك. احنا للاسف بنشوف بنسمع بعينينا وبنشوف بودن, ده اللي احنا عايزين, ده احنا قلبين نفسنا. فده الوضع اللي بتشوف. فتيجي تقول الناس بتتغير ليه؟ النهارده انت قاعد رتم الحياه سريع, رتم الحياه سريع جدا, اليوم بيخلص بسرعه, يومك بيخلص, انت ما بيشوفش عيالك كتير مثلا, فلوسك على قد التزاماتك. فبيجي مثلا حد مش هقول من المجتمع اللي هنا مثلا من مصر, انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا, هو مش شايف انت تعبان ازاي عشان تجيب كذا وكذا وكذا, ده هو فاكر ان السماء بتنزل ذرات مثلا ولا حاجه. فيجي مثلا لو هتيجي تقول لا انا معيش, هيقول انت بتتغير, او هتقول حاضر طيب لا انت كده بتتغير. او لو انت النهارده عندك مجامله هنا وعايز تروح مثلا لحد والد تبارك له, ولا حد عامل حادثه تسلم عليه, او حد جاي من مصر تسلم عليه, انت هتشوف النهارده وقتك هل هيناسب وقته ولا لا. لان احنا في ناس ممكن تشتغل الاسبوع كله تاخد سبت وحد اجازه, وفي ناس بتشتغل سبت وحد, وفي ناس بتبقى فاضيه وفي ناس بتبقى مش فاضيه. وغير كمان احنا هاخد له ايه وانا رايح؟ انا معايا النهارده الفلوس اللي اقدر اخد حد وانا رايح اجيب حاجه وانا جاي. انا بتكلم على الناس اللي بتعيش اليوم بيوم يا جماعه, مش بتكلم على الناس اللي بتحوش وبتكنز وبتحط فلوس والكلام ده. في ناس بتعيش اليوم بيوم, في ناس ما تكونش معاها فلوس, في ناس ما عندهاش الملكه انها تحوش, في ناس انا واحده من الناس, انا بيبقى ليا ليميت حاطاه في البنك, ما اقدرش اعدي الليميت ده. يعني فلوسنا كلها بتبقى في البنك, لما بنقبض ممكن المرتب بتاعي يخلص في البنك عادي, التشيكن اكاونت يبقى ما فيهوش مثلا غير دولار مثلا عشان ما يتعمليش اوفر درافت, بس عندي البنك السيف في مبلغ, المبلغ ده ما اقدرش انزل عليه. لو 1000 دولار انا عينهم على الزمن على جنب, افرض حد فينا تعب, افرض حد فينا جرى له حاجه, 1000 دولار دي ممكن تسنني اسبوع مثلا يعني. بس مش كل الناس, انا مش بلوم حد انه اتغير. يعني هقول لك على حاجه, كل واحد ما اصل كل انا ينطح بما فيه, هيتغير ازاي؟ هيتغير كطبع ومعامله. يعني مثلا انا جاي من امريكا والميه المعدنيه ده موجود, ده موجود. النفس اماره بالسوء يا جماعه, مش كل الناس كويسه ومش كل الناس حلوه. احنا بنشرب الانحرافيه ساعات هنا. احنا بنشرب انحرافيه عشان الفلورايد. لا, وبالنسبه للميه اللي انا جايبها لك, لا ما عادي, بقول لك عادي احنا نشرب يعني هنا في امريكا عادي, ما فيش لازم معدنيه يعني. او انا واحده من الناس اهو, اللي انا لابسه افرول من
من اولد نيفي $6 وتيشيرت ب 50 سنت من راس ساعه الكليرنس. ممكن اشتري؟ اتفضل حضرتك. لا اول حاجه بس هو صغيره، الناس اللي في مصر بتتفرج علينا من مصر ويقولوا ان احنا لساننا اتعوج، احنا لساننا مش اتعوج، بمعنى ان لما بيجي حد مثلا، انا اعرف ناس مثلا بتروح كانت عايشه في الكويت وجت هنا، يعني لما يقول لك الشغل ما يقولكش الشغل، يقول لك الدوام. انت بتتطبع بطبع البلد اللي انت فيها، بمعنى انك انت هنا بتتكلم الانجليزي اكتر من بتتكلم العربي. بتتكلم عربي في البيت طبعا وحد مع عيالك، وساعات بتضطر للاسف انك انت تتكلم مع العيال انجليزي لان في بعض الكلام انت عربي ما بتفهمهاش. فاحنا يعني انا في بدايه الفيديوهات في فيديوهات كتيره قوي كان الناس بتقول لي انت بتتكلم انجليزي ليه، مش فاهمينك وبتعوج لسانك ليه. يا جماعه في حاجات اساسا ساعات بتبقى انت ما تعرفش المفردات بتاعتها بالعربي، المعنى بتاعها بالعربي لانك تعودت عليها بالانجليزي، وعشان تدور عليها الكلمه بالعربي زي الناس اللي بتروح مثلا لبنان ولا الاردن وبتعيش فتره هناك، اللهجه بتاعتهم بتتغير لانهم خلاص عايشين مع ناس تانية، اللهجه لازم تلقائيا بتتغير. بس ده فاحنا ما بنتغيرش، بالعكس هي بس ايه هو الطبيعه اللي انت عايش فيها بتغير حاجات منك غصب عنك. شكرا. لا مش قصه غصب عنك كمان، هقول لك مش قصه غصب عنك كمان، يعني انت النهارده بتبقى عملي اكتر. يعني انا بلاحظها في نفسي، ودايما اقول لك انا اتغيرت لما جيت امريكا، ان انا بحس ان انا عمل، يعني بقيت ناشفه، بقيت جامده، مفيش مشاعر، مفيش احاسيس، مفيش الصح والدموع دي اللي كنا زمان يا ابني قول لي كلمه، لا مفيش، بقيت بكحه يعني سو وات، يعني بيبقى عاملين فيا العامله والله العظيم، وببقى ماشيه ايه هاي نعمل لهم كده ويقولوا انت بتكلمهم ليه؟ والله لا يعني هتعمل ايه؟ حتة العاطفة موجودة بس مش للأسف ما بتظهرش زي ما بتظهر في مصر. يعني ما بتبقاش موجودة يعني، أو في بلادنا العربية عامة. وهقول لك على حاجة، يعني مثلا هنا لما حد بيعمل فيك عاملة في الشغل، تتخانق مع حد في الشغل، هي موقف وقتي وخلاص، ما بتبقاش قاعد المدة كلها ولا، بس تبقى ايه اعرف صاحبك وعلم عليه. سبيشال يعني ده معايا، يعني مش مع يعني ما كل مثلا ست كانت عندي مشكله وانت من عرب ومش من عرب والكلام ده، انا جيت في يوم قلت لها انا مش عايزه، كنت انا في مكان يعني قلت لها انا مش عايزه اسيب المكان، واحنا متضايقين مع بعض، احنا فريندشيب يعني كنا كووركر وكويسين مع بعض، لما انا بقيت في مكان اعلى شويه هي اتضايقت فقامت قايله الكلمات، فانا جيت قلت لها انا مش عايزه اسيب المكان ده واسيبه واكون سايبه بيني وبينك حساسيات، انا بقول لك يعني الموقف ده عدى خلاص. هي جت استغربت ان انا عملت كده، اللي اعلى مني بص على الحركه دي وكتبت لي ان انا عملت القصه دي. لا انا ما بحبش ابقى ماشيه من مكان حد زعلان مني، ف او انا زعلان من حد. في تاثير المصري لسه قاعد؟ لا هو بص يعني انا بالنسبه لي انا كمريان، يعني انا مريان، انا ما اتغيرتش كطبع مصري. ازاي يعني؟ انا مثلا هتيجي تلاقي دخلت عيد هتلاقيني ايه ماسكه البيت قلبه من فوق لتحت، سجاجيد معموله، سجاجيد هيصوت، سجاجيد ستاير، مطبخ مقلوب، ده هي عامله اساسا عشان السجاجيد، اكل وشرب بتلاقيه ازاي معمول. يعني لسه بتكلم انا وماما تقولي انت واخده طبعي بتستيه في بيتك ازاي وبيتك مستور ازاي وعامله ازاي في بيتك. انا واخده الطبع ده يعني انا كده. تلاقيني مثلا لبس العيد اهتم ببيجامه العيد والشبشب بتاع البيت واللبس الداخلي اللي كل عيل فيهم، يعني يقول لي هو في ايه؟ اقول له هو كده انا خدت على كده، زي ما اتعلمت طلعت على كده. المجاملات، حد ولد حد يعني ممكن ما اروحش في الفرحه قوي لكن العزا لازم اعمل فيه. بس الايام دي مثلا بقيت ابص اقول ايه، طيب انا بجامل فلان وعلان وترتان، عندي مناسبه فلان وعلان وترتان دول ما تقوليش، مش هتكلم في الفرح هتكلم في الحزن مثلا، طب ليه؟ فبدأت بقى ايه يعني ايه ابقى المعامله بالمثل. ممكن اقول لحاجه؟ اتفضل يا استاذني معاك. هي حته هنا في امريكا مش موجوده في مصر صدقني، ممكن اكون تكون موجوده بس لو حد هنا في امريكا بجد بامانه، مش المصريين بس الامريكان نفسهم، يعني لما تلاقيه مزنوق وفي حاجه مشكله معاهم وبتاع وعايزين فلوس بيعملوا اللي هو جو فاند ده او الفاند، بيعملوا يعني بيحوشوا فلوس للناس دي بطريقه صدقوني انا ما بشوفها في بلادنا يعني. فهنا في عواطف بس لا 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 هقول لك على حاجه يعني. لا احنا في مصر ما فيش اللي هو جو فاند، وكان بتروح تديله فلوس في البيت. هو انت نسيت هاني في يوم من الايام حد هنا
كان عامل موقف واحنا كنا اول ناس في بيته وعرضنا عليه فلوس. مش فاكر بقى عمل ايه فيك ده في الاخر؟ بيفكريني بعدين هقول لك اسمه في الاخر. عامل فيك ايه؟ لا مش جه لما حد عملنا اتوفى ما رفعش تمام التليفون يا عزي ولا بعت مسج اصلا. بس بيتغيروا اه بيبقى عامل. بص هجيبها لكم من الاخر. في نوع هنا بيبقى عامل زي بتاع ايه؟ قال الله وقال الرسول. اللي هو ربنا قال وربنا عمل وده تعالى بقى طبقها في الحقيقه ما بيعملوش. يعني نجيبها كده من الاخر. وفي ناس إيه البحبوحه زي حالتي كده اخلاقها اكس لارج تبان للناس ان هي عقربه وواخده حقها تلت ومتلت وبتعرف ترد وبتعرف 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 ومفيش احبال منها. بس هتيجي تلاقي ان ربنا بيبارك للغلبان واللي قلبه ابيض ربنا بيبارك له وبيديله اكتر. يعني انا مرت عليا يا جماعه ايام خلال ال 14 سنه هنا ربنا ما يعلم الا بيها وهو يشاهد اهو ويجي يقول انا ما اعرفش اتفك ازاي. صح؟ يعني احنا كانت اكبر ازمه بالنسبه لنا كانت 2019 كانت يعني كانت ازمه كبيره واحنا فاكرين احنا داخلين عليها دلوقتي. لا ربك ما يجيبها زي ما بس يعني اتحلت لان ربك رب قلوب. ما كانش معانا ندفع المورجج يعني باختصار. لا يعني كان اسوأ 3 شهور قعدناهم من شهر اخر 12 لغايه اول 3 كان لا لغايه الفالنتاين من الكريسماس للفالنتاين. يعني وايه وبق الواحد مقفول وربك حلها بطريقه معرفش اتحلت ازاي. ولو كنت قعدت فكرت فيها مليون سنه ما كانتش اتحلت. اتحلت عن طريق حاجه من الحاجات اللي انا بقولها اللي هي حوشوا ازاي تعرف تحوش فلوس. هنا سلسله كنت بداتها عملت حلقتين ولسه عايز اكملها. ماشي يا حبيبي. الحمد لله محدش بيتفرج عليها. محدش بيتفرج عليها. اصل رغي رجاله محدش بيحب رغي رجاله. لا انا بوريك ازاي تسيب فلوس. لا 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 الله الكلب ده جميله. هو انت بتاعي انت اساس بتحب الكلاب؟ انا ما بحبش الكلاب. انا ما بحبش الحيوانات خالص. انا عندي مشكله. طب بالنسبه للحمام بص يا جماعه احنا بنتغير. لا لازم احكي لهم قصه الحمام. انا يا جماعه بخاف امسك اي حيوان. يعني انا الفرخه الكامله دي بالنسبه لي انها تتنضف دي كانت بتبقى مشكله. يعني الحمد لله ان هنا متقطع اجزاء دلوقتي. فالحمام هنا في امريكا بيجي مش متنضف. الحمام بيبقى كل حاجه بطنه وراسه موجوده ورجليه موجوده. فده انا ما باكلش الحمام ويستحيل هاكله. ماشي؟ فده لما بيحب ياكل. على فكره في حمام في الثلاجه. ماشي اوكي. فلما بيجي ياكل حمام فاقول له طب ماشي انا هجيب الحمام وانت بقى تشوف اللي بطنه. فكان يوم الخميس اللي فات انا بطبخ حمام. يعني مرينا مع حمام وكان عندنا عزومه يعني. فبعمل حمام وبحط بقى ايدي من جوه ولابسه جلافز وبحط ايدي من جوه. انا اصلا يا جماعه ما بطبخش بجلافز بقى بتضايق من الجلافز. ولقيت سايب لك كده بتاعته جوه وانا صابط. امي كانت معايا على التليفون قلت لها يا مجنونه مالك؟ قلت لها يا ماما في حاجه جوه بطني ما اعرفش ايه. والعيال تتلم عليا بقى وانا بقى ايه بصوت. ده انا شلت لك الراس وشلت لك الرجلين وهو نضفه وشلت لك كل الحواشي اللي جوه. لا 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 حمام حمام مين يا بابا؟ لا لا لا. طب اديك الرومي انا نضفته فتحت بقي؟ لا لا اديك الرومي نضف اوريدي. لا 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 بس انا لا يعني نزلت الخمام ما تغسله وتنضفه ولا اذا نزلها بيكون ما علينا. لا الحلقه طول بقت 20 دقيقه. يلا باي باي عشان احنا كده الناس هتزهق مننا. هو الناس ما بتتغيرش الظروف هي اللي بتغير الناس. وفي كل قريه تتغير بس ده طبع المود العام هنا وطبيعه البلد. وطبيعه البلد يعني الريتم بتاع الحياه هنا يا جماعه عملي قوي سريع قوي. بيفكروها بيحسبوها بالقرش. مش كل الناس كده ومش كل الناس بتتغير. في ناس بتتغير وفي ناس لا. في ناس بتفضل زي ما هي. طبيعه البني ادم زي هي لما بتيجي كبير زي ما بتيجي صغير. انت على حسب ما بتتغير وطريقه انبهارك بالدوله ده. بس اتمنى الحلقه تعجبكم عشان هو راكن في الشمس وانا مش شايفه. واستنونا في حلقات تانية جايه كتير من هاني ومريم في بلاد الامريكان. باي باي.